اهلا وسهلا بحضراتكم بعد الاستراحه، لسه مكملين في مهارات عظيمه. طبعا ما زلنا مع حضراتكم بنقول انه الناس اللي عندها احساس بالخمول، احساس بالتعب بالارهاق، ما بقتش بس تقتصر على كبار السن لكن بقينا شباب وصغيرين، وانا اول واحده على راس القائمه. عايزين نعرف ايه الاسباب، اعرف منين الاحساس ده احساس ليه علاقه بان انا عندي مشكله، ولا ده ليه علاقه بان انا عندي نقص في الفيتامينز في جسمي فتديني الاحساس ده. طيب ازاي اعوض ده، او ازاي اقدر اعرف اذا كان عندي نقص فيتامينز اعوض ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه النهارده من خلال ضيفتي اللي منوراني ومشرفاني النهارده في الاستوديو، دكتور دينا ابو سعود. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك، منوراني ومشرفاني. يا عظيمه يا روح قلبي حبيبتي، انا سعيده بوجودك معايا. طبعا دكتور دينا هي المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، وهي يعني من الشخصيات الرائعه على المستوى الانساني ان احنا اعرفها كويس جدا طبعا، وشرف ليا وجودها معايا في البرنامج النهارده، وده عشان يبقى فيه اضافه لحضراتكم من خلال الفقره الخاصه بيها. دكتور دينا، احنا في البدايه انا كل اللي يهمني اسال بيك افتح بيه الموضوع ده، هو ان ممكن قوي نبقى احنا كويسين جدا على مدار فتره، واجي في فتره معينه زي مثلا بعد رمضان احس ان انا من اقل مجهود، تعبانه مرهقه مش قادره اعمل حاجه، قاعده انا مش عارفه ايه السبب، على الرغم اني ممكن اكون باكل كويس، يعني ما عنديش مشاكل في الاكل، يعني ما عنديش نقص في الجزئيه دي، لكن مش عارفه ايه السبب. اعرف منين السبب، واعرف منين ان انا عندي نقص فيتامينز، وان انا ايه نوع الفيتامينز بقى اللي اتعامل معاها في الوقت ده. بالنسبه للاكل يا عظيمه، ممكن تكوني بتاكلي كويس وكتير بس مش بتاكلي الاكل الصحيح. يعني كتير قوي بيستسهلوا ان هم يكتروا جدا في الكربوهيدرات، الحاجات السهله، نودلز، مكرونات، رز، بطاطس، الحاجات دي بكميات كبيره جدا من غير ما يحطوا لي بروتين في الاكل. صحيح، البروتين مهم جدا لدعم الطاقه. في فيتامينز في البروتينات مهمه جدا. يمكن موضوع الكسل زي ما قلتي يا عظيمه مش مقتصر على سن معين، بنشوف شباب دلوقتي عندهم كسل. فاسباب الكسل كتيره جدا. طبعا انا هبعد عن الامراض، يعني انا عندي في امراض معينه بتؤدي الى كسل، زي مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، مشاكل في القلب. فطول ما انا بتكلم لازم افهم او الناس تبقى عارفه ان انا بتكلم ما دام ما عنديش امراض مزمنه، مشاكل سكر في الامور الاخرى، عشان دي عايزه علاجات تانية خالص. فهمت. مش عايزه مكملات غذائيه، مش عايزه فيتامينز، الحاجات دي لا تعالج. تمام. لكن لو انا صحتي كويسه وما عنديش مثلا الامراض المزمنه وعندي كسل، وقتها بنقول نقص فيتامينز رقم واحد. عندي كمان التوتر، طبعا التوتر النفسي، قلة النوم، النسيان له علاقة؟ طبعا بجد؟ طبعا التوتر النفسي، قلة النوم، السكريات الكتيرة جدا، الانتيك للسكر على أساس أن السكر ده هيديني طاقة، لما بتزوده السكر ده بيدعم لي المناعة وبيدعم، وبالتالي بيدعم لي الطاقة. لو أنا أخدت انتيك من السكريات والحلويات كتير. دي مش حلو. كل حاجة لازم تبقى بالمعقول، نسب كويسه مظبوطه. كثره شرب الكافيين والشاي في اليوم بتبقى كتيره جدا. الكافيين بيعمل نشاط، لكن لما بيحصل اكسس للكافيين ده بيعمل خمول. لما بشرب في ناس بيشربوا 5 و6، ده مشكله على الكلى، مشكله على ضغط الدم، على ضربات القلب، ومشكله في النشاط. فباخد الكافيين بتاعي بالمعقول. ورقم واحد اكيد لازم ادعم الفيتامينات والمعادن في جسمي، لان الفيتامينز والمينرالز هم اللي بيحولوا لي الاكل اللي انا باكله لطاقه ونشاط وتركيز في نفس الوقت. طب في سؤال مهم بقى، اصحاب الامراض المزمنه مثلا، اللي هم ممكن يعتقدوا ان لما انا هاخد فيتامين هيغنيني ان انا اخد العلاج بتاعي الطبيعي، هل ده صح ولا غلط؟ دي كارثه يا عظيمه، دي كارثه كبيره. يعني على طول بقول يا جماعه، مرض مزمن زي مثلا يقول لك ايه، انا ضغطي عالي هعالجه بالكركديه، دي اكذوبه. ضغط عالي يعني دكتور، يعني ادويه. تمام. مريض قلب يعني دكتور، يعني ادويه. طبعا لا غنى عن زياره الدكتور في اي مرض مزمن. مفيش حاجه اسمها فيتامين بيعالج، مفيش حاجه اسمها اعشاب بتعالج. خطا كبير اننا نمشي ورا ناس بتقول ده. فلازم نبقى عارفين الفرق بين المكملات الغذائيه، الفيتامينات عامه هي دعم للصحه، دعم للمناعه، دعم للنشاط، وليست علاج لاي مرض ايا كان. ودعم للي ما بياكلش اكلات ممكن تكون بتسقط منه حاجات مفيده، لان يوميا انا محتاجه فيتامينز. انا يوميا محتاجه فيتامين سي، يوميا محتاجه فيتامين اي، يوميا محتاجه فيتامين بي كومبلكس
مهم جدا بكل انواع الكوبالامين، فيتامين بي 12 اللي بيكون كرات الدم الحمراء، ده مهم جدا جدا. ده موجود في الكبده واللحمه واللحوم. في بقى عندك الفيجيتيريانز النباتيين محتاجين مكملات غذائيه. طبعا اخواتنا المسيحيين اللي بيصوموا عن على مدار السنه كتير، على مدار السنه وبيبقى عندهم نقص في البروتينات او نقص في الفيتامينز محتاجين. طبعا اللي بيعمل عمليات تكميم ده لازم يمشي الدكتور، هيفضل ماشي بنظام طول عمره على طبعا فيتامينز. فلا غنى من الانتاج للفيتامينز والمينرالز عشان ادعم المناعه، ادعم الطاقه، ادعم التركيز، ادعم النشاط، وانتي اوكسيدنت طبعا المضاد للالتهابات. طب هسال